امتى هنسجل الكورس ان شاء الله. زي ما قلنا الكورس معانا هيكون 6 سيشنز مع بعض، تمام. النهارده معلش اول مره بس كده، الميعاد بتاعنا من 6 ل 9 المفروض. المره الجايه هتكون يوم الخميس من 6 ل 9. حد عنده مشاكل؟ نعم، اما بره قالوا لي الخميس هو اللي فاضي. حد عنده مشاكل الخميس؟ بعد كده هيبقى حد وخميس. حد عنده مشاكل فيهم؟ تمام، يبقى كل مره هكلم الحد والخميس ان شاء الله من 6 ل 9 مساء. اوكي، اول سيشن ان شاء الله هناخد فيها الانترودكشن للسوليد ورك، وهناخد ازاي نبدا نرسم 2 دي سكتش. تمام، المفروض النهارده ان شاء الله كنا هنخلص اوامر 2 دي كلها. المفروض المره الجايه هناخد ازاي نحول من 2 دي ده ل 3 دي. تمام، اللي هو سكند سيشن هناخد 3 دي موديلنج. تمام، هنحول 2 دي ل 3 دي، نشوف بتحول ازاي على السوليد ورك ونرسمه ازاي. تمام، تالت مره ان شاء الله هناخد اكسرسايز على 3 دي، ونشوف ناخد لوحه زي لوحه الرسم اللي كانت عندنا، هنبدا نرسم اللوحه كلها بال 3 دي، نحولها كلها ل 3 دي موديلنج. تمام، رابع مره وخامس مره هناخد الاسمبلي. تمام، هنبدا نجمع بقى ال 3 دي ده كله. تمام، ليه بارت معين او مكنه معينه او جسم معين. تمام، ده في رابع مره. في خامس مره هناخد الاسمبلي وهناخد الموشن والكاميرا، ده لو عملناه مع الخمس مرات، ممكن نعمله مع 6 مرات على حسب الوقت بتاعه. تمام، حد عنده مشاكل او حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ تمام، طيب عشان نفرق بس بين ال 2 دي وال 3 دي والمودرنج والانيميشن والموشن، عندنا مثلا ده كده 2 دي. تمام، هنبدا بعد كده نحوله ل 3 دي، وبعد كده هنحوله لصوره او ميكانيزم. الصوره دي انا عامل لها ريندر بالسوليد وورك. تمام، دي لسه عاملها النهارده الصبح، اعمل لها ريندر بالسوليد وورك. بعد ما اعمل لها ريندر ممكن كمان اعمل لها فيديو بالمنظر ده. ده كده فيديو عامله بالسوليد وورك، ده حاجه بسيطه جدا عملتها الصبح وانا قاعد. تمام، المفروض في اخر الكورس ان شاء الله ان انتوا تعرفوا تعملوا حاجه بالمنظر ده، وحاجه طبعا اكتر من المنظر ده. اوكي، في فيديو تاني عن العربيه دي اللي كنت عاملها. هنبدا نشوف ازاي نجمع كل الحاجات دي. يعني كل حاجه من دي كانت معموله الاول 2 دي، بعد كده حولتها ل 3 دي، بعد كده عملت لها اسمبلي، جمعت كله مع بعضه، بعد كده هبدا اعمل لها الفيديو ده اللي انا بفك مثلا العربيه ايه بجمعها تاني. اوكي، فده كده كورس كونتنت بتاعنا ان شاء الله هناخده على 5 أو 6 مرات. تمام، الفيديوهات كلها هتترفع على اليوتيوب، تمام، على القناه بتاعتي، وفي صفحه على الفيسبوك، صفحه وجروب اسمها ليرن سوليد وورك عربيك. تمام، ليرن دي صفحه، هتلاقوها صفحه وجروب على الفيسبوك، هتلاقوا مرفوع عليها كل الفيديوهات، هتلاقوا مرفوع على 5 فيديوهات بتوع الكورس اللي فات. الكورس ده ان شاء الله هناخد حاجات زياده شويه، احنا اللي هنشتغل على نسخه 2015 ان شاء الله، بس النهارده بس هنشتغل على نسخه 2013. ان 2015 لسه محملها، محمل 51% تقريبا من ده دلوقتي. على اخر على يوم الخميس ان شاء الله تكون ايه معايا ومسطبه باذن الله. اوكي، نبدا نشتغل على السوليد وورك. معلش حد، كل واحد يكتب اسمه. كل واحد البرنامج مش شغال عنده على الجهاز، كل واحد يتاكد بس. 2010 الاجهزه انا هتلاقي 2010، انا معايا 2013. شوف انتوا عايزين، مفيش فرق خالص من 2010 او 2013. تمام، في الانترفيس وكل حاجه، هو هيفرق في السيموليشن والسيرف اناليسيس وكده، واحنا اساسا مش هناخد الحاجات دي دلوقتي. هو حد مسطب البرنامج او حد معاه البرنامج؟ تمام، كلكم معاكم البرنامج؟ تاخدوا مني معايا ان شاء الله. تمام، معاكم البرنامج؟ نعم؟ 2014. ماشي، مش مشكلة، أساسا من
من 2010 ل 2015 وطالع كل نفس الانترفيس بالظبط وكل حاجه، بس تختلف حاجات بسيطه جوه في الاستريس اناليسيس في السيميليشن كده، الحاجات دي احنا مش هناخدها اساسا في الكورس بتاعنا. تمام كله شغال قدام البرنامج. المفروض احنا انا قبل كده كنت سطبت البرنامج ده وفتحته قبل كده. لو حد اخذ مني البرنامج وهيفتحه لاول مره هيديله رساله هيقول له انت عايز تشتغل بوحدات ايه، هتقول له ملي متر وبالايزو. تمام بس انا عشان كنت مسطبها فاشتغلتها يعني ملي متر وايزو. ممكن في حد هتلاقيه ممكن عنده مش موجوده. تمام يا شباب، عشان بس تعرفوا نظامنا في الكورس ان شاء الله كل مره في اخر السيشن بتاعنا هناخد اساينمنت هيتسلم النهارده مثلا النهارده الاثنين. تمام المره الجايه يوم الخميس، يبقى اخر ميعاد للتسليم بتاعه على الفيس يوم الخميس. المره الجايه الساعه 6 يبقى اخر ميعاد الساعه 5 ان شاء الله الاساينمنت السلام. نعم في ويندو طلع لي اختار الكونسيومر بقول لك عامل نو خلاص. لا تمام ماشي لا لا عامل بوينت خلاص عامل كده خلاص. المره دي يوم الاثنين. المره الجايه يوم الخميس ان شاء الله السيشن بتاعنا الساعه 6. تمام النهارده هناخد اساينمنت هيتسلم المره الجايه ان شاء الله. اخر ميعاد للتسليم بتاعه على الفيس الساعه 5 يوم الخميس ان شاء الله. نعم على الايميل هتقولي على الفلاش المره اللي ورا هتقولي على الفلاش خلاص اوكي. يبقى المره اللي ورا هتبقى يوم الاحد، يبقى اخر تسليم بتاعه يوم الاحد الساعه 5 كل مره قبل ميعاد السيشن بساعه. اوكي كده حد خد معايا. طيب نبدا بقى في سوليد ورك ان شاء الله. اول ما بنفتح البرنامج هنلاقي على جنب كده في قائمه ظهرت لنا اللي هي السوليد ورك ريسورسز، نتك عليها هنلاقي كذا حاجه عندنا. هنلاقي اللي احنا ممكن عندنا نيو دوكيمنت اللي احنا هنبدا نعمل مشروع جديد، او اوبن دوكيمنت اللي هو عندي مشروع قديم مثلا وعايز اعدل فيه او عايز اعمل فيه اي حاجه. تمام تالت حاجه اللي هي توتوريالز، دي الفيديوهات والداتا بتاعه البرنامج اساسا لو انا عايز اشتغل سيلف ستادي ولا حاجه او عايز اشوف حاجات زياده على البرنامج واعملها مع نفسي. تمام بعد كده هتلاقي واتس نيو بقى اللي هي الفيرجن الجديده دي بتختلف ايه عن الفيرجن القديمه وهكذا. فالحاجات دي الحاجات دي كلها ما تهمناش في حاجه، احنا عايزين بس نبدا نعمل مشروع جديد على السوليد ورك. تمام فحاجه حد عنده سؤال حاجه هنا على جنب ممكن اعمل نيو دوكيمنت اتك عليها هيفتح لي صفحه بالمنظر ده كده. الصفحه دي بتقول لي ايه؟ احنا قلنا في الاول خالص هنبدا الكورس بتاعنا 2D، بعد كده من 2D هنحوله ل 3D موديلنج، وبعد كده هنعمل اسمبلي 3D، وبعد كده هعمل له دروينج لاي اوت. تمام كده؟ فهنلاقي الخطوات اللي احنا هنمشي بيها بالترتيب كده، بارت اسمبلي دروينج لاي اوت. تمام يا شباب؟ حد وقع منه في حاجه؟ فانا الخطوات اللي همشي بيها بارت اسمبلي دروينج لاي اوت، يبقى هي عندنا اول وثاني وثالث سيشن هنشتغل في اول واحده دي. تمام رابع سيشن ان شاء الله هنشتغل رابع وخامس هنشتغل في الاسمبلي والدروينج لاي اوت باذن الله، وبعد كده هنشتغل في الكاميرا والموشن ايه اخر مره باذن الله. تمام طيب انا دي جبتها من على جنب، ممكن نجيبها بطريقه ثانيه اللي هو من فوق هنا اقول له نيو افتح لي نفس القائمه برده. تمام او من فايل نيو او كنترول ان على طول يطلع لي نفس القائمه. فانا هشتغل على بارت واقول له ايه اقول له اوكي. فانا كده هبدا اعمل مشروع جديد او هرسم رسمه 2 دي عاديه جدا على السوليد ورك. تمام اول برنامج بس تقيل شويه يا عالم، 2015 لما احمله هيبقى عامل ازاي اكيد اتقل. دي كده صفحة البرنامج بعد ما عملت اللي هي ايه؟ ان انا هبدا ارسم 2 دي سكتش. تمام؟ عندي هنا الاوامر الرئيسية فوق عندي، أول حاجة السكتش اللي انا هبدا هيوريني اللي انا شغال في السكتش ده ولا طالع منه أو ما اشتغلش في السكتش وهنشوف يعني ايه. تاني حاجة القايمة اللي عندنا اللي هي سمارت دايمنشن، دي اللي احنا نحط دايمنشن على السكتش عندنا. تمام؟ زي أي خط دايرة أي حاجة نحط لها دايمنشن نجيبها من القايمة اللي هي السمارت دايمنشن الموجودة فوق. بعد كده عندي قايمة متكونة من مجموعة الحاجات اللي هي ازاي نرسم خط، نرسم مستطيل، نرسم دايرة، كل الحاجات دي هنشوفها بتفصيل ان شاء الله ايه بإذن الله النهاردة لو لحقنا ناخدهم كلهم. بعد كده القايمة الرابعة اللي هي أدوات الرسم المساعدة،
اللي هي زي التريم، زي الاوفست، زي الميرور، زي اللينير باترن، الحاجات المساعده ايه معايا في الرسم. فهي متقسمه عندي ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه اللي هي سمارت دايمنشن، بعد كده ادوات الرسم الرئيسيه اللي هي خط ودايره ومستطيل وهكذا، وبعد كده ادوات الرسم المساعده اللي هي الميرور والاوفست واللينير باترن. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي عشان ابدا ارسم عندي ثلاث مستويات رئيسيه اللي انا ابدا ارسم فيها، اللي هي ايه؟ الليفيجن، بلين، سايد فيو. تمام؟ يبقى انا عشان ابدا ارسم لازم احدد بلين اشتغل عليه. فعندي الثلاثه بلينز الموجودين عندي، موجودين عندي على جنب، اللي هي فرونت بلين اللي هو الليفيجن تقريبا، تمام، التوب بلين اللي هو البلين، الرايت بلين اللي هي الليفيجن، الفرونت بلين اللي هو سايد فيو. تمام كده يا شباب؟ طيب انا مثلا هقول هبدا ارسم في الفرونت بلين بتاعي. طيب حاجه عايز ارسم فيه هعمل ايه؟ هتك على الفرونت بلين كده تكه، هيظهر لي قائمه فوقيه. القائمه اللي فوقيه دي حاجه هتك عليها، هلاقي هنا في حاجه اسمها سكتش، هتك على سكتش. يبقى انا كده هو فتح لي الفرونت بلين كسكتش جديد هبدا ارسم فيه. تمام كده؟ حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ وهنلاقي اللي هي القائمه اللي فوق اتغيرت، بدل ما كانت سكتش هتبقى اكزيت سكتش فوق، بدل ما كانت سكتش هتبقى اكزيت سكتش. ليه؟ عشان خلاص انا دخلت السكتش اهو وهبدا ارسم فيه ايه؟ السكتش بتاعي. تمام؟ حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ لو حد عنده مشاكل يا ريت يقول لي. طيب انا عندي فرونت بلين اهو اتكيت تكه وقلت له سكتش. تمام؟ لو ما جاتش عندكم ففي كذا تابه من فوق، فبتكوا على التابه بتاعت سكتش هتلاقيها جت عندكم. وصلت لها؟ تمام يا شباب؟ طيب هنبدا نرسم اول حاجه عندنا اللي هي ازاي نبدا نرسم خط معين. تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي اللي هي الخط واللاين اللي عندي الموجود فوق، فبتك عليه وهبدا ارسم الخط بتاعي. الخط بتاعي مثلا هبدا ارسم من هنا لحد مثلا هنا كده. تمام؟ عايز اكمل الرسم بتاعي اكمل عادي جدا، كمل كمل. عايز اقف لحد هنا بتك سكيب من على الكيبورد. تمام كده؟ يبقى كده انا رسمت الخط بتاعي زي ما انا عايز. تمام؟ دي كده كانت رسمه الخط. لو اتكيت على الخط ده مثلا عايز ارسم خط تاني كده مثلا، سكيب من على الكيبورد. تمام؟ لو اتكيت على الخط ده هيديني الخصائص بتاعت الخط ده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الخط ده هوريزونتال افقي. تمام؟ الطول بتاعه اللي انا رسمه ليكن 101 ملم، وبعد كده هنشوف ازاي نقدر نلعب في الاطوال دي ونغير فيها، ان الطول ده مش حقيقي طبعا. انا بعد كده هبدا احط له الطول بتاعه الحقيقي، لو عايزه مثلا 150 زي ما انا عايز ابدا احطه من السمارت دايمنشن بتاعتي من فوق. تمام؟ هنشوفها ازاي بعد ما ناخد السنتر لاين ان شاء الله. تمام؟ تكه مثلا على الخط ده كده بيديلي الخصائص بتاعت الخط ده، بيقول لي مثلا الخط ده طوله كذا، زاويه الميل بتاعه كذا. تمام؟ هنشوف ان شاء الله نغير الحاجات دي ازاي دلوقتي. طب ناخد السنتر لاين بالمره، وبعد كده هبدا احط دايمنشن على ايه؟ على الاثنين، نشوف بيتحط ازاي الدايمنشن. حاجه هنا لو عايز ارسم سنتر لاين فباجي على التك على السهم اللي جنب اللاين ده واختار سنتر لاين. انا عندي لاين يا اما سنتر لاين. تمام؟ هنا يفرق السوليد ورك عن الاوتوكاد شويه، ان الاوتوكاد لما باجي اعمل ريفولف او عايز ادور حاجه حوالين سنتر لاين معين، تمام، لازم احدد له سنتر لاين وهو يفهم بعد كده الاوتوكاد. تمام؟ ده في 3D. السوليد ورك انا ما دام راسم سنتر لاين وعملت الامر بتاع ريفولف هو هيفهم على طول اللي حواليه اللي هو ايه؟ ان ده السنتر لاين هيعمل حواليه الريفولف. ده هنشوفه ان شاء الله لما نيجي ناخده 3D باذن الله. تمام؟ طب انا دلوقتي عايز ارسم السنتر لاين، فبتك هنا على اللاين وبتك السنتر لاين وابدا ارسم برده نفس الحكايه كده. اهي مثلا كده كده. عايز اقف لحد هنا اتك سكيب من على الكيبورد، يبقى انا كده رسمت ايه؟ سنتر لاين تاني. تمام يا شباب؟ طيب عايز ابدا احط دايمنشن للايه؟ للخطوط اللي انا رسمتها. فباجي سمارت دايمنشن من فوق اتك عليها. هنخلص حكايه الدايمنشن وبعد كده هنسيبكم ان شاء الله اشتغلوا ايه؟ الامر بتاع اللاين كله بالدايمنشن بتاعته. تمام؟ فباجي اتك على سمارت دايمنشن من فوق، وبعد كده عايز احط للطول الخط ده مثلا 100. تمام؟ فباجي اتك عليه كده وانزل تحت شويه واتك تك. التكه دي هيفتح لي الايه؟ طول الخط دلوقتي هو مرسوم بكام؟ هو مرسوم 101 ومش عارف بوينت حاجه. انا عايزه 100، فبكتب 100 واتك انتر مع الكيبورد. كده خلاص انا حطيت للخط ده عملت له دايمنشن ان الخط ده طوله ايه؟ طوله 100 ملم.
تمام. طب عايز احط برضو دايمنشن للخط ده، اتك على الخط ده، ممكن احط دايمنشن راسي كده، ممكن احط ايه دايمنشن للخط المايل ده كده، اقول له مثلا ان ده طوله مثلا 99، واتك انتر مع الكيبورد، معناها كده حطيت الدايمنشن بتاعته. طب ايه الفرق بين اني احط دايمنشن واني اسيب الخط كده من غير دايمنشن؟ تمام، يعني انا بدات ارسم في الاول، رسمت خط من نقطه من هنا لهنا، وبعد كده نزلت كده نزلت كده، ما حطيتش دايمنشن خالص، تمام، وبعد كده بدات احط الدايمنشن. طب ايه الفرق؟ الفرق ان انا دلوقتي لو جيت مسكت النقطه دي وشدتها، الخط هيتشد معايا ويبقى فري معايا في كل حته، تمام، والطول بتاعه هيتغير طبعا، هو مش محكوم بطول معين دلوقتي، تمام. لكن لو جيت اشد الخط ده، جيت اشد الخط ده، الخط ده مش هيتشد معايا دلوقتي. ليه؟ علشان انا دلوقتي خلاص حطيت له الدايمنشن بتاعته اللي هي 100، بقى الخط ده طوله 100، تمام، ومتثبت من الناحيه دي. هنشوف حكايه التثبيت دي بعد كده ان شاء الله ازاي، او الحاجات الخضراء اللي ظاهره دي نشوف علاقتها ايه دلوقتي معانا في الموضوع، تمام. المهم دلوقتي هو دلوقتي محكوم ب 100 بعلاقات معينه موجوده، تمام، هو ما يقدرش يتحرك معايا، او ما يقدرش يتشد معايا، او يتمط معايا في الرسمه بتاعتي. عرفتوا الفرق بين اني بحط دايمنشن وما بحطش دايمنشن ليه؟ تمام. هنا مثلا لو جيت اغير ده، يعني مثلا الزاويه من هنا وهنا زاويه معينه، لو جيت اغيرها كده هلاقي ايه تتغير معايا. لو انا عايز احط دايمنشن للزاويه من هنا لهنا، واقول له سمارت دايمنشن، انا عايز احط زاويه، فبتك على الخط ده والخط ده واحط الزاويه ما بينهم، مثلا نقول ان الزاويه دي 45، انتر. هو دلوقتي عمل لي زاويه ما بين الخطين على زاويه 45، جيت اتحرك ده دلوقتي هيتمط معايا، لكن مش هيطلع ايه الزاويه هتفضل ثابته معايا 45 درجه. حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ حد عنده مشاكل؟ طب جرب حكايه اللاين والدايمنشن لغايه الزاويه. لو عايز احط زاويه من الخط ده والخط ده، اتك على الخط ده واتك على الخط ده، وابدا احط الزاويه بتاعتي. خليهم كاش بس، عايز اعمل كده عايز اغير. طب عليا بس انا دلوقتي عايز اغير ال 100 دي، بدل 100 عايز اخليها 150، تمام، فعايز اغير الدايمنشن بتاعها، هعمل عليها دبل كليك، دبل كليك كده هيظهر لي القايمه اللي كانت ظاهره دلوقتي، هخليها بدل 100 اكتب 150، انتر، يبقى انا كده غيرت الطول بتاعها ل 150 ملم، تمام. انا دلوقتي عايز اغير الطول ده من 150 مثلا ل 100، دبل كليك على الدايمنشن، يظهر لي القايمة اللي كانت ظاهرة، اكتبها زي ما انا عايز واغير الدايمنشن بتاعتي. تمام يا شباب؟ تمام. طيب شوف تاني حاجة معانا اللي هي رسمة المستطيل، تمام؟ هي هتلاقي اغلب ادوات الرسم نفس الحكاية بالظبط، احنا بنبدأ نرسم وبعد كده نحط الدايمنشن بتاعنا عادي جدا، تمام؟ هشوف اللي هي المستطيل، بتك على المستطيل من فوق، هيظهر لي ان انا ممكن ارسم مستطيل بكذا حاجه، تمام. اول حاجه مستطيل عن طريق نقطتين، اللي هي الاثنين نقطتين بتوع الكورنر بتوعه، تمام. اجي مثلا اتك على النقطه الاولانيه هنا والنقطه الثانيه هنا، يبقى انا كده خلاص رسمت المستطيل بتاعي. بعد ما رسمت المستطيل هبدا احط له الدايمنشن بتاعي، اقول له سمارت دايمنشن ان الخط ده مثلا طوله 150 وطول الخط ده نقول برده 50 كده، خلاص حطيت برضو الدايمنشن بتاعتي بتاعت المستطيل، واقول له صح كده ايه رسمت المستطيل بتاعي. هنشوف طريقه تانية لرسم المستطيل. هي الحاجات التانية دي بتبقى حاجات تسهل لي الرسم شويه على حسب الدايمنشن طبعا الموجوده عندي على شيت الرسم، تمام. تاني حاجه اللي هو نرسم مستطيل عن طريق السنتر وكورنر من الاركان بتاعته، اتك عليها واجي مثلا على السنتر ده مثلا، اعتبر ان ده السنتر بتاعي مثلا، وهبدا ارسم المستطيل بتاعي، تمام. نفس الدايمنشن، نفس الحكايه برضه، سمارت دايمنشن طول الارض، تمام يا شباب. طيب تالت حاجه من رسمه المستطيل ان انا ارسم، هو مش مستطيل اللي هو زي المعين تقريبا، تمام، اللي هو عن طريق ثلاث نقط، اتك على الشكل من هنا، ابدا ارسم اول نقطه، هلاقي في الترتيب هو كاتب لي 1 2 3، فانا عندي اول نقطه اهي، تاني نقطه اهي، تالت نقطه، ابدا اطلع بيه كده، تمام يا شباب.
وابدا احط الدايمنشن برضو بتاعتي عادي. رابع حاجه اللي انا برضو عندي عن طريق الثلاث 3 بوينت سنتر اللي هي عندي السنتر بتاعه النقطه هنا وعن طريق النقطه هنا. الحاجات دي ما بنستخدمهاش كتير بس هي ايه حاجات في البرنامج لازم تكون عارفينها تسهل لي الرسم لو معايا الرسم سهل. تمام. تاني حاجه اخر حاجه اللي هي متوازي المستطيلات. واحد اثنين ثلاثة. متوازي المستطيلات طبعا عشان نعمله لازم نحط اللي هو سمارت دايمنشن، لازم نحط له زاويه. انا هحط له الطول ده مثلا نقول ده 300 والزاويه من هنا لهنا مثلا نقول 45 ماشي، والطول ده نقول مثلا 310. يبقى كده انا رسمت الشكل بتاعي. تمام يا شباب، حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ اخدنا لحد دلوقتي اخدنا اللي هو اللاين واخدنا المستطيل. تمام، حد عنده مشاكل فيهم؟ طيب جرب المستطيل واحنا قاعدين من مره. لو انت عايز تعمل زاويه، زاويه هتك على الخطين. عايز تعدل بالزاويه دبل كليك، دبل كليك عليها تعدل لك بالزاويه. انت الوحيد شغال على 2013 صح؟ اه هو الجهاز بس شغال على 2013. حاجة عوض؟ لو عايز تسحب الرسمة وتجيبها في اي مكان تبقى لا ما تسحبهاش، بتتك على السكرول كنترول وتمشي. السوليد وورك احسن في ال 3 دي والموديلنج والاسمبلي وال 3 دي والاسمبلي وال بالايه؟ الاوتوكاد؟ الاوتوكاد اه. برغم ان السوليد وورك احسن. بص هو اللي بيشتغل الاوتوكاد بيشتغل 2 دي. لكن لو عايز تشتغل 3 دي هتشتغل سوليد وورك. حتى ان انا مش محتاج اعمل لايرز بس كده. انا مفيش لايرز ولا اي حاجه من الحاجات دي. ما بص هو الفرق كمان بين السوليد وورك والانفنتور تمام، الاثنين نفس الحكايه بالظبط، بس في مصر هنا اغلب اللي شغالين بالسوليد وورك. بره مصر بيشتغلوا بالانفنتور. ليه؟ عشان اللايسنس بتاعته بره تبقى ارخص. المكاتب الاستشاريه شغالين بالسوليد وورك. انا عندي في كذا شركه في برج العرب كمان شغالين بالسوليد وورك. يعني مهتم بالاوتوكاد اوتوكاد لو هتشتغل 2 دي. 2 دي 2 دي لو في حاجات بيشتغل 2 دي هتشتغل بالاوتوكاد. تمام، لكن لو عايز تصمم مكنه تصمم اي حاجه اشتغلت في مكتب فيه اي حاجه شغل سوليد وورك يا اما الريفت ميكانيكال. ريفت ام اي بي. الريفت اكتر في الضغط ديزاين بتاع التبريد التكييف احسن في الحاجات دي. فاغلب الحاجات مكاتب التبريد التكييف كده بيشتغلوا بريفت. تمام، لكن ده لو عايز مصانع اللي هي تعمل لك ديزاين بقى اي حاجه، في شركات في برج العرب بتشتغل على السوليد وورك، تصميم اسانسيرات وتصميم حاجات كده يعني، يبقى كله سوليد وورك. تمام يا شباب، حد عنده مشاكل في اللاين او المستطيل المرسومين؟ تمام. طب انا دلوقتي في الرسمه عندي ظاهر لي كذا حاجات خضراء كده كتير، مش عارفين ايه الحاجات دي. تمام. طيب عشان نشوف الحاجات دي هنشوفها واحده واحده كده. الحاجات دي يعني ايه؟ دي اسمها قيود بتتحط على الرسمه عندي. تمام، يعني ايه قيود بتتحط على الرسمه عندي؟ عندي مثلا زي العلامه دي، العلامه دي علامه عمودي، ان الخط ده عمودي على الخط ده. تمام، العلامه دي علامه يوازي، ان الخط ده يوازي الخط ده. تمام، هنشوفها ازاي الحاجات دي، يعني ايه الحاجات دي بعد كده، هنشوفها دلوقتي ان شاء الله. العلامه دي علامه كونسيدنت، كونسيدنت دي ان النقطه دي موجوده على الاوريجين دي. تمام، عشان نفهمها اكتر هعمل سكتش جديد وهنرسم واحده بس كده ونفهمها معموله ازاي. فرونت بلين سكتش، هبدا ارسم خط من النقطه دي كده افقي واتك سكيل. تمام، انا لما جيت رسمت افقي فاتحط لي علاقه على طول ان الخط ده ايه، الخط ده افقي. تمام، طب انا دلوقتي لو جيت احركه
عايز احركه كده هلاقيه بيتمط معايا بس لكن ما بيطلعش فوق او بيطلع تحت. ليه؟ علشان هو دلوقتي موجود عليه قيد من القيود ان الخط ده افقي. تمام؟ فدلوقتي لو حطيت له سمارت دايمنشن، حطيت له ان الطول بتاعه 200 وعايز احركه كده، الخط مش هيتحرك معايا خالص. ليه مش هيتحرك معايا؟ ان هو موجود عليه قيد ان هو افقي، تمام، وكمان الطول بتاعه 200، مش هينفع العب في الطول ولا العلاقه الموجوده. تمام؟ طب لو عايز احركه فبتك على العلامه الافقيه دي بس تكه كده، واتك واتاكد ليت من على الكيبورد كده. انا شلت القيد اللي كان موجود. نعم، ديليت من على الكيبورد. تمام، ديليت. تمام كده، انا لو عايز احركه هبدا احركه ايه كده، هيتحرك معايا عادي جدا فوق وتحت. تمام، والطول زي ما هو 200. طب ليه ما اتحركش يمين او شمال؟ علشان العلاقه دي بتاعت الكونسوننت. تمام، الكونسوننت دي اللي هي ان النقطه بدايته كانت موجوده على الاوريجن. تمام، لكن لو جيت رسمت خط تاني من اي حته تانيه كده مثلا، كده مثلا، تمام، جيت احركه هلاقيه بيتحرك فوق وتحت. تمام، يمين وشمال. ليه؟ عشان معلوش كيد اللي هو الا الكيد اللي هو الرأسي بس. تمام، طب لو جيت شلت ده عايز احركه من هنا مثلا، هيتحرك في اي حته عادي جدا. عايز احركه من هنا، هيتحرك برده من اي حته انا عايز. تمام، حد عنده مشاكل في حته القيود دي؟ الحته دي مش هتهمنا قوي في ال 2 دي ولا ال 3 دي ولا الاسمبلي ولا اي حاجه، لكن بعد كده لو حد عايز يكمل هيكمل في الستريس اناليسيس والموشن، دي هتبقى اهم حاجه بالنسبه له. علشان هو بيحرك الميكانيزم او بيعمل عليه ستريس اناليسيس ولا حاجه، لو في قيد موجود، قيد موجود ان هو مثلا راسي وعايز يحركه مثلا الميكانيزم راسي ولا حاجه، الميكانيزم مش هيتحرك معايا. طب شيلها ازاي بقى؟ تك عليها، تك عليها تكه وديليت من على الكيبورد. ديليت من على الكيبورد. تك عليها بس الاول، اخرج من سمارت دايمنشن. اعمل سكيم من على الكيبورد. طب بصوا يا شباب، عملتها؟ تمام. طب مثلا لو جيت رسمت المستطيل برضو، المستطيل برضو هتلاقوا نفس الحكايه برضو، هتلاقي اضلاع راسيه واضلاع ايه؟ افقيه. طب انا لو جيت شلت دي عملت لها ديليت، تمام، انا دلوقتي هبدا احرك ده ان الخط ده بس او الضلع ده بس اللي يقدر يتحرك معايا. تمام، اللي انا شلت القيد بتاعه اللي هو بدل ما كان راسي، هيبدا بس يتحرك معايا ايه؟ يمين وشمال عادي جدا، فوق وتحت عادي. تمام، فهمتوا حته القيود دي او الريليشنز اللي بتكون موجوده على الرسمه عندنا؟ تمام، كل ما احنا ماشيين ان شاء الله، كل ما نلاقي قيد موجود جديد او اي حاجه موجوده معانا جديده ان شاء الله هنقولها ايه واحنا ماشيين. تمام، باشمهندس معايا ولا انت في اي حاجه؟ من الاوريجن او مثلا ايه؟ من الاوريجن بتكون هي انت بادئ من الاوريجن بتاعك، او في اي حاجه انت مثلا رسمت مستطيل مثلا من السنتر بتاعه، السنتر بتاعه من اول هنا مثلا. فهو انت هتلاقيه حاطط لك اوتوماتيك ان في السنتر بتاعه كونسيدنت على ايه؟ على اللي هي النقطه دي. تمام؟ دي هنفهمها واحنا ماشيين برضو ايه؟ بقيه الكورس بتاعك. طيب هاجي برضو اكمل عادي، هاخد تالت طول معانا اللي هي ايه؟ الدايره او السيركل اللي نشوف بترسم ازاي ان شاء الله معانا. تمام، تك عليها تكه، هيقول لي انت عايز ترسم، ممكن ارسم دايره بطريقتين معينين. اول حاجه عن طريق السنتر والراديوس بتاعي. تمام، عندي السنتر اهو والراديوس اهو. تمام كده، انا كده رسمت الدايره بتاعتي خلاص. عايز احط لها الدايمنشن، بتك على السمارت دايمنشن من فوق واتك بس على الدايره تكه، هلاقي احط لي القطر بتاعها مثلا، ان اقول له القطر بتاعها 100. اوكي، تمام كده يا شباب، انا دلوقتي كده رسمت الدايره بتاعتي، القطر بتاعها ايه؟ القطر بتاعها 100. طب لو عندي دايره ثانيه مثلا، بص الفرق بين اني احط دايمنشن وما احطوش. لو حطيتش لو حطيت الدايمنشن جيت اشد دي كده مش هتتشد معايا. طب لو جيت اشد دي هتتشد معايا ايه؟ عادي جدا. تمام يا شباب، وصل لكم الفكره لحد دلوقتي؟ تاني حاجة عشان ارسم بيها الدايرة، عندي ارسم دايرة بثلاث نقط عشان ارسمها مثلا، عندي حاجة زي كده، ابدأ ارسم دايرة. عايز ارسم دايرة ممثل الخطين دول. تمام، هبدأ ارسم دايرة
في ثلاث نقط اللي هي تاني واحده اللي هي عندي هنا 1 2 3 فهبدا ارسم اللي هي النقطه الاولانيه مثلا ممثل الخط من هنا، النقطه الثانيه ممثل الخط ده، والثالثه مثلا على راديوس اي راديوس اي حاجه، وهبدا بعد كده احط سمارت دايمنشن للقطر بتاعي خلينا مثلا 200 مثلا. تمام كده يا شباب؟ تمام. ايه حاضر، عندي مثلا اهو خطين اهو تمام، وعندي بعد كده دايره 3 بوينت تمام. هبدا اول واحده بمثل الخط ده، تاني واحده الخط ده، مثلا الثالثه هنا، وابدا احط دايمنشن تاني. هنلاقي علامة هنا جديدة ظهرت لنا اللي هي علامة التانجنت، لو خدتوا بالكم منها تمام، ان الدايرة دي هتفضل طول عمرها ممسة للخط ده. طب انا دلوقتي لو جيت اكبر واصغر الدايرة دي اهي، هتفضل حتى على الامتداد بتاعها ممسة ايه، ممسة للخطين. طب لو جيت مثلا شلت العلاقة اللي هي هنا دي، جيت شلت العلاقة دي اتكيت عليها وديليت من على الكيبورد، جيت اصغر الدايرة، الدايرة هتظهر معايا الدايرة هتظهر معايا بس هتكون ممسة ايه، الخط الاولاني بس. تمام يا شباب؟ حد وقع منه في حاجة؟ حد وقع منه حاجة؟ معايا؟ حد في حاجة؟ تمام. اي عند دايره السنتر ونص القطر، عندي مثلا السنتر هنا مثلا نص قطر كذا مثلا. ماشي، احنا دلوقتي شغالين مليمتر. ايوه زي مثلا سمارت دايمنشن كده ولا مثلا دي 100 تمام، يونت خليها مثلا متر. نعم دي هتبقى على دي بس، لو عايزه بقى على الرسمه كلها يبقى هتغيري من اول خالص، من اول فتحك للملف خالص، بس مش من اول فتحك، بعد التصطيبه بتاعت البرنامج هقول لك عليها المره الجايه ان شاء الله. تمام، اللي هي هتلاقيها حاجه موجوده من تحت كده، هوري لك المره الجايه ان شاء الله تمام، عشان ما نلخبطش المره دي. حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ احنا دلوقتي رسمنا الخط، رسمنا الدايره، رسمنا المستطيل تمام، دي الادوات الرئيسيه اللي بتاعت الرسم عندنا. حد عنده مشاكل فيها؟ كويس. طيب نفترض مثلا ان انا رسمت الرسمه بتاعتي كده خلاص، وعايز اخرج من الرسمه بتاعتي تمام. بعد ما رسمت الرسمه 2 دي كلها خلاص وظبطتها وظبطت الدايمنشن بتاعتي وكل حاجه، فباجي من فوق هنا هقول له ايه، اكزيت سكتش تمام. اتك على اكزيت سكتش، هنلاقي شال لي الدايمنشن اللي كانت موجوده وشال لي العلاقات اللي كانت موجوده، وعملها لي ايه، رسمه كانها 2 دي كويسه جدا مفيش اي حاجه فيها تمام كده. طب عايز اعدل في السكتش ده تاني، عايز ادخل اضيف حاجه او اعمل دايمنشن او اعمل اي حاجه، هلاقي على جنب هو حاطط لي كتب لي ايه، سكتش 1 تمام. ممكن اتك عليه تكه برده كده واقول له ايه، اقول له ايديت سكتش، ايديت سكتش هيفتح لي اكنه السكتش الجديد تاني، ابدا اعدل فيه، اعدل دايمنشن، ارسم فيه حاجه جديده، اعمل اي حاجه، وبعد ما اخلص اقول له برده ايه، اكزيت سكتش، وانا كده خلصت الحكايه بتاعتي تمام. اكزيت سكتش دي هنستخدمها كمان لما نيجي نبدا نحول من ال 2 دي ل 3 دي. مثلا انا رسمت مربع هرسمه 2 مربع، رسمت عايز ارسم مكعب مثلا هرسمه مربع عادي 2 دي تمام، بعد كده هقول له اكزيت سكتش، وبعد كده ابدا احوله ايه ل 3 دي. ده هنشوفه المره الجايه باذن الله، او المره اللي وراها على حسب الوقت بتاعنا تمام يا شباب. تك تكه صغيره اهي، تكه صغيره هتلاقي عليها جات لك الايديت سكتش. جت معاك؟ هيطلع عليها عشان تطلع على
هل عندهم مشاكل لحد دلوقتي شباب؟ طب دلوقتي اخدنا اللاين، اخدنا الدايره، اخدنا المستطيل، هناخد ناخد اللي هي الارك. تمام، اتك على الارك. الارك ممكن نرسمه برضو كذا طريقه. اول حاجه عندنا عندي ارك ممكن ارسمه بثلاث نقط. اول نقطه هلاقي برضو هو عاملها لي بالترتيب 1 2 3. تمام، يبقى انا هبدا الرسمه بتاعتي ب 1 2 اهي مثلا 3. تمام، انا كده رسمت الارك بتاعي. عندي مثلا حاجه بالمنظر ده كده برضو. عايز ارسم ارك من هنا لهنا اهو، ارك نقطة 1 نقطة 2 اهي، ممكن نخلي النقطة 3 اهي، نقطة 3 مثلا كده. انا كده رسمت الارك بتاعي. ابدا بعد كده احط له الدايمنشن بتاعته، اقول له سمارت دايمنشن ان الارك ده على الراديوس بتاعه مثلا، اقول له الراديوس 150، اقول له ايه، اقول له صح. تمام يا جماعة، دي كده ازاي نرسم ارك. اسهل حاجه في الارك اللي هو بثلاث نقط. تمام، في تاني حاجه اللي هو نرسم ارك عن طريق اللي هي نقطتين ومماس لخط معين. تمام، شوفها دي ازاي. عندي مثلا خط بالمنظر ده، عندي اول نقطه مماس للخط ده اهو، تاني نقطه هنا مثلا، او مثلا اي حاجة. انا كده رسمت الارك بتاعي، رسمت الاول نقطة ممثل الخط بتاعي او تقاطع من الخط بتاعي، بعد كده تاني نقطة، بعد كده ايه اللي هو نص القطر بتاع الارك او الريديوس بتاع الارك بتاعي. تمام يا شباب. تاني حاجة ارك عن طريق السنتر ونقطتين عليه، مثلا هنا اهو كده السنتر بتاعه اهو، نص القطر بتاعه اهو، وابدا بعد كده ارسم الارك بتاعي. تمام، دي بس على حاجات انا لحد دلوقتي بقالي مثلا 4 سنين اهو شغال سوليد ورك، والحاجات دي ما اشتغلتهاش قبل كده خالص، لا 2 ولا لا 1 ولا 2، على طول شغال برقم ايه؟ رقم 3. زي برده المستطيل برده ما بنشتغلش، برده اغلب الحاجات ما بنشتغلش بالباقي ده كله، بشتغل بواحد واثنين بس. تمام، الحاجات دي بتبقى ايه؟ بتبقى حاجات تسهل لي بس الرسم خالص. تمام، حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ باشمهندس معانا ولا ايه؟ في مشاكل معاه؟ طيب نشوف دلوقتي اللي هي رسمة السلوت. فاكرين السلوت اللي كنا واخدينه في ميكانيكا عندنا؟ شوف اللي بيترسم ازاي؟ اللي هو مثلا حاجة بالمنظر ده أو حاجة بالشبه بالمنظر ده شوية. تمام؟ عشان نرسمه برضه هو عاطيني كذا اوبشن ان احنا نرسمه. اول حاجه اللي هو نشوف الارقام الموجوده 1 2 3. رقم 1 دي اللي هي السنتر بتاع اللي هو الدايره الاولانيه، 2 سنتر الدايره الثانيه، والثلاثه اللي هي ايه الثيكنس بتاع السلوت ذات نفسه. تمام، عشان نيجي نرسمها ببدا هنا رقم 1 اهي، رقم 2 اهي، رقم 3 اهي. انا كده رسمت السلوت بتاعي. تمام يا شباب، اجي بعد كده احط له الدايمنشن واقول له سمارت دايمنشن، وابدا احط دايمنشن للخط ده اللي هو الخط ده مثلا نقول 250. تمام، وعايز احط المسافه من الخط ده والخط ده، احاول ان الخط المسافه من هنا لهنا المسافه بتاعته مثلا 60. تمام كده، اوريدي على طول الدايره دي المفروض هتبقى ايه؟ هتبقى 30، المسافه دي 60. تمام يا شباب، حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ طيب تاني طريقه اللي احنا نقدر نرسم بيها السلوت بتاعنا اللي هي برده بالسنتر 1 2 3. نشوفها معموله ازاي. اي 1 2 3، دي برده نحط لها دايمنشن نفس الدايمنشن برده، مفيش مشاكل فيها. تمام، دي برده حاجه مساعده لو عندي بس السنتر او عندي ما عنديش اللي هي النقطتين بتوع السلوت عندي. تمام، تالت حاجه اللي هو لو سلوت فيه زي كيرف في النص شويه. تمام، اللي هي 3 بوينت ارك سلوت، فبتك عليها 1 اهي السنتر بتاع الاولاني، 2 السنتر بتاع التاني، 3 اللي هو المسافه بتاعته،
او اللي هو السنتر بتاع اللي هو الدايرة التالتة. بعد كده اربعة اللي هي ايه السيكنس بتاع سلوك دي. تمام يا شباب؟ جربوها لحد دلوقتي، جربوا الحاجات دي دلوقتي عشان متلخبطوش. حد معاه مشاكل في اي حاجة يا ريت يقول لي. تمام يا جماعة؟ حد عامل مشاكل؟ طيب نشوف اخر واحدة في ايه في رسمة السلوت عندنا برضو بنفس الحكاية، بس دي اول حاجة بنحدد اللي هو الريديوس بتاع الاركل في النص بس. تك على الريديوس وبعد كده رقم اتنين ايه تلاتة والسنتر بتاع او السكنس بتاع ايه بتاع السلوت بتاعك. تمام؟ دي بس هي رقم 3 و 3 و 4 بس، حاجات بسيطة او 2 و 3 و 4 اغلب الحاجات اللي بنستخدمها اللي هي رقم 1 على طول وايه خلاص اللي هي في الرسم اللي عندنا العادي. تمام؟ طب هنشوف ازاي نبدأ نرسم شكله خماسي او سداسي او رباعي او اي حاجة احنا عندنا. تمام؟ عندنا هنا في اللي هي البوليجون اللي عندنا تك عليها هيظهر لي قائمة من كذا حاجة، يقول لي انت عايز ترسم شكل ايه؟ هقول له مثلا عايز ارسم شكل سداسي. تمام؟ طب هيقول لي طب فين السنتر بتاعك؟ هتك على السنتر هنا مثلا ان هو بداية الشكل هنا مثلا وابدا هلاقيه عمل لي حاجه صفرة كده شويه، اقول له انديكيشن للشكل بتاعي. تمام؟ واتك مثلا ايه هنا كده، هنا كده رسمت الشكل السداسي بتاعي. تمام؟ بس بعد ما ارسمه في هنا كذا حاجه، اول حاجه اللي هو انت عايز ترسم الدايره بتاعتك من جوه ولا من بره. تمام؟ دي بتفرق في الدايمنشن، لو كنا فاكرين كنا قلنا قبل كده. تمام؟ نحط دايمنشن من بره ونحط دايمنشن من جوه بتاعت اي شكل عندنا. لو قلت له مثلا خليها لي من بره هيعمل لك الدايره ايه من بره، قلت له من جوه هيقول لك الدايره ايه من جوه. طب بعد كده هبدا احط له دايمنشن بتاعته، اقول له سمارت دايمنشن، يا اما احط تو دايمنشن لطول ضلع موجود، يا اما احط دايمنشن ايه للدايره وخلاص. اقول له مثلا ان الدايره دي الدايمنشن بتاعها 180، كده انا عملت ايه الدايمنشن بتاعت الشكل السداسي اللي عندنا. تمام؟ طب عايز ارسم مثلا شكل رباعي، اقول له مثلا بوليجون بدل 6 هنا خليها لي 4. تمام؟ وابدا ارسم الشكل اهو رباعي برده دايره من جوه يا اما ايه من بره. طب عايز اغيرها ما هي كده، اكتب مثلا 8 انتر هيحولها لك لشكل ايه سوميري. تمام كده يا شباب؟ طب بعد ما رسمت الشكل السوميري هنا كنت عايز الضلع ده يكون افقي بدل ما هو مايل كده. تمام؟ ممكن اتك على الضلع ده كده هيظهر لي الخصائص بتاعته، هقول له خلوه لي ايه خلوه لي هوريزونتال، هيقلب لك الشكل كله للشكل المرسوم عندنا ده، وانه هيخلي لي الخط ده افقي وهيقلب لي الشكل كله ايه للوضع المطلوب يعني. تمام يا جماعه؟ حد عنده مشاكل في ادوات الرسم لحد دلوقتي؟ هو لحد دلوقتي المفروض احنا خدنا نسبة 60 أو 70% من أدوات الرسم الرئيسية. دلوقتي لو في أي لوحة المفروض تقدروا ترسموها. احنا خدنا ازاي ترسموا خط ودايرة مستطيل، ترسموا سلوت لو موجود، مفضلش بس أو بوليجون لو موجود، مفيش غير دلوقتي الإليبس أو الإس بي لاي. تمام؟ هي الدايرة فين هنا بره؟ هتلاقيها موجودة على جنب، تك عليها كده هتلاقي يا إما من جوه أو من بره. فاحنا دلوقتي المفروض نكون عرفنا لو جالنا اي لوحه 2 دي هنقدر نرسمها ان شاء الله. تمام؟ مفيش بس الحاجات بسيطه دلوقتي اللي هي لو ادوات الرسم المساعده بقى، لو ميرور ازاي نبدا نعمل تريم لاي حاجه، نقطع اي حاجه. تمام؟ هنشوف. طيب دلوقتي نكمل بقيه الادوات الرسم الرئيسيه عشان نخلصها.
عندي مثلا البوينت، لو اتكيت على بوينت هبدا احط مثلا بوينت من اي حته مثلا كده اي حاجه عشوائي، وبعد كده اتك اسكيب تمام. بعد كده ممكن اختار اللي هي الاس بي لاين، وابدا اعمل اس بي لاين من النقطه دي للنقطه دي النقطه دي النقطه دي كده. وبعد كده بعد ما خلصت اخر دي اخر نقطه عندي مثلا، اتك اسكيب من على الكيبورد، يبقى انا كده خلصت الايه، خلصت رسمه الاس بي لاين بتاعتي. عندي اللي هي البوينت من فوق ايه، تك عليها، وبعد كده تك على كذا منطقه عندي او كذا نقطه عندي تمام. طب عايز اعدل شكل الاس بي لاين شويه، فبتك عليه تكه فبيظهر لي شويه اسهم عليه، كله معايا؟ فبتك على الاس بي لاين فبيظهر لي شويه اسهم عليه. انا مثلا عايز اعدل الحته دي شويه، فباجي على السهم ده كده واروح ايه، اروح ساحبها لتحت مثلا شويه كده، مثلا اعدل شكل الاس بي لاين تاني مثلا كده مثلا، واعدل زي ما انا عايز حرك السهم بس يعدل لي ايه، يعدل لي شكل البروفايل بتاع الاس بي لاين الموجود تاني تمام. مش شرط طبعا نقطة، انا لو ممكن ارسم اس بي لاين في اي حاجه مثلا، ممكن ايه كده 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 اي حاجه، مش لازم الايه، مش لازم نقط تكون مرسومه ولا نقط اي حاجه موجوده تمام يا جماعه. تمام لحد دلوقتي؟ حد عنده مشاكل؟ هنشوف ازاي نقدر نعمل فيلت او تشامفر موجود عندي. مثلا عندي حاجه من المنظر ده، مستطيل مثلا، سمول ديمنشن، ان الطول بتاعه حوالي 500، العرض بتاعه 500 وده مثلا 300 تمام. وعايز اعمل فيلت للكورنر الموجود عندي تمام، فباجي على اللي هي من فوق هنا هنلاقي سكتش فيلت تمام كده، تك عليها تك، هيقول لي انت عايز تعمل فيلت ليه، هقول له مثلا انا عايز اعمل فيلت للكورنر ده تمام، وعايز اعمل فيلت للكورنر ده، والاثنين دول لا تمام. فهنلاقي هنا عمل لي حاجتين، اول حاجه فيلت 1 وفيلت 2 تمام، اللي هما الاثنين اللي انا عملتهم. طب هيقول لي طب انت عايز تعمل الفيلت بتاعك على ريديوس كام؟ اقول له مثلا خليه الريديوس بتاعه على مثلا 50 او ماشي مثلا على 100 تمام. قالوا لي ايه صح، انا دلوقتي عملت فيلت بالشكل بتاعي تمام، بدل ما كان شارب كورنر خليته على ايه، على فيلت على الريديوس بتاعه على ايه، على 100 تمام كده. تمام يا جماعه، عندي مثلا حاجة بالمنظر ده كده اهي، ويت بعد كده احط فيلت من هنا، الريدس بتاعه 50 صح، هو كده عمل لي فيلت على الريدس 50 بال بعمل سيلكت للخط واحد بس ايه، لا بعمل سيلكت للنقطة النقطة اهي، كنترول زد راجع تاني، ها فيلت اختار النقطة، هو بيعمل لي اوتوماتيك جربها وانت قاعد من ورا، جربوها يا جماعة. أنا سريع شوية وأنا شغال ولا لأ؟ عشان تحدد السكتش يعني، عشان لا انت هتلاقي من القايمه على جنب مكتوب الريديوس بتاعه، انت وانت بتعمله هتلاقي يا اما دبل كليك على الدايمنشن اللي عندك وعدل الريديوس بتاعه، هتلاقي الريديوس موجود تحت، يا اما ممكن تعمل عليه دبل كليك وتعدل الدايمنشن بتاعته بعد ما يتعمل يعني. بيقول لي كان ممكن تشينج اللي هو ما ينفعش يتغير اللي هو الريديوس، ممكن الريدس اللي انت عامله ازيد من طول الخط اللي مرسوم، واصله كده؟ حد عنده مشاكل لحد دلوقتي يا جماعه؟ كمل. عيد الفلت؟ طب هنعيد الفلت تاني يا جماعه،
عندي مثلا مستطيل اهو تاني اهو سمارت دايمنشن بتاعته 400 400. بعد ما خلصت هبدا اعمل فيلت، اتك على فيلت من فوق. تمام، انا عايز اعمل فيلت ليه؟ عايز اعمل فيلت للكورنر ده وللكورنر ده اللي فوق واللي تحت. تمام، فبتك بس على البوينت دي واتك على البوينت دي. تمام، طب عايز اعمل فيلت على الريدس بتاعه كام؟ الريدس مثلا مكتوب 50 دلوقتي، هسيبها 50 زي ما هي. عايز 100 اكتب 100. تمام، هو اكمل ايه؟ عامل صح. بس لازم احط الدايمنشن على الطول على الاضلاع. اه عشان كده حطيتها على جنب. تمام، هو كده كده لما نيجي نرسم المفروض نرسم اي خط وحاطين الدايمنشن بتاعه، عشان لو عملنا خطوط كتير وبعد كده هنبدا نحط دايمنشن ممكن الرسمه تلخبط معاك. تمام، ممكن وانت بترسم تروح بالغلط تروح شادد خط معين فيلخبط لك الرسم، لكن لما بتحط الدايمنشن ايه الرسم تبقى ثابته معاك. تمام كده، اتفضل اتفضل. طيب هنشوف تاني حاجه اللي هي الشامفر. تمام، الشامفر اللي هي ايه؟ اللي هي لو عايز مثلا اقطع في الجسم كده. تمام، مش عارف بالعربي اتك عليها، اتكيت على السهم اللي على جنب بتاع الفيلت هيظهر لي ايه؟ سكتش الشامفر. اتك عليها الشامفر اللي انا مثلا قلت عايز اقطع من هنا لهنا مثلا، هلاقي حاجتين. اول حاجه اللي انا اقدر اعمل الشامفر عن طريق ديستانس وديستانس، يعني نقطع من الحته دي مثلا من هنا لحد هنا مثلا 50 ومن هنا لحد هنا 50. تمام، او ممكن اعمل شامفر عن طريق زاويه ومسافه. تمام، هنفهم واحده واحده يعني ايه. هنخلي الاول اللي هي ديستانس وديستانس. تمام، هنخليها ايكوال ديستانس، يعني هنقطع من الحتتين نفس المسافه. هنقطع على ايه؟ هنقطع على مسافه مثلا 50، انتر. تمام، طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل شامفر لده للخط ده والخط ده ايه. تمام، يبقى هو قطع لي من الحته دي 50 ومن الحته دي ايه 50. دي اللي هي ديستانس وديستانس وخليتها ايكوال ديستانس. لو قلت له صح اهو كده عمل لي شامفر من الناحيه دي على 50 و50. طب عايزين نعمل اللي تحت دي، مش عايزها ايكوال ديستانس. هقول له برده سكتش شامفر وهقول له هنشيل ايكوال ديستانس. هيقول لي دي 1 ودي 2. دي 1 اللي هو الخط الاولاني، هقول له مثلا خلي لي الخط الاولاني 30 وللخط الثاني 80. تمام، وبعد كده هبدا اقول له اهو ده وده. فاللي ايه عمل لي ايه؟ مسافه من دي الخط الاولاني اللي انا عملته ده اللي هو 30 والخط التاني كان ايه؟ 80. ما هو هنا قايل لك دي 1 ودي 2. دي 1 دي اللي هي الخط الاولاني اللي انا اتكيت عليه ده. لو كنت اتكيت على الافقي اللي هو الاول كان عملوا لي الافقي. تمام، ده كده لو عايز اعمل شامفر بديستانس وديستانس. تمام، ناخد الانجل وديستانس بالمره. الحاجات دي كده كده اساسا الفيلت والشامفر بتتعمل في 3 دي اسهل بكتير، بس احنا دلوقتي هنعرفها بس بال 2 دي بتتعمل ازاي وخلاص. تمام، كده كده لما نيجي نرسم 3 دي عايز ارسم مكعب ارسمه وبعد كده هبدا احط الفيلتات اللي عليه وابدا اعمل كل حاجه عليه، بتبقى اسهل بكتير. طب هنشوف حكاية الشامفر بالانجل وديستانس. هقول له سكتش شامفر بس المرة دي هتكون ايه؟ انجل وديستانس. هيقول لي ان الديستانس مثلا نخليها ديستانس 50 اللي هي دي 1 وعلى زاوية 45. اتك الخط الاولاني الخط التاني هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي الزاوية الطول ده 50 وهيقطعهولي على زاوية 45. يبقى أنا بقطع خط والخط التاني اللي هي بتكون الزاوية بتاعته. واصلة ولا فصلته مني؟ واصلة؟ تمام، ورا معايا؟ باشمهندس معايا؟ ده كده لو عايز أعمل فيلت معين أو عايز أعمل شامفر بالديستانس وديستانس أو أنجل وديستانس. تمام كده يا شباب، احنا دلوقتي خلاص كده خدنا فاضل الاليبس. تمام، طب كلكم جربتوا الفيلت والشامفر ولا ايه النظام؟ في حد
جربوها بالمره الفيلت والشامفر مهمين، خصوصا الفيلت. الشامفر مش مهم قوي بصراحه، المهم هي الحاجات دي بتبقى اسهل ان نيجي ناخد ال 3 دي ان شاء الله. سوليد ورك 2015 وصل معايا 51.7 التحميل بتاعه، فهنشوف بس على يوم الخميس هبدا لو عرفت احمله لحد يوم الخميس. هو 8 جيجا و7.3 سوليد ورك 2015، لو لحقت على احمله على يوم الخميس يبقى يوم الخميس ان شاء الله هنشرح على 2015 باذن الله. عايز احرق الكارت تك على السكرول بتاعت الماوس تمام وكنترول وتمشي، يا اما بالعجله تزومي وتزومين وزوم اوت بالعجله بتاعت الماوس. طب هنشوف حكايه الاليبس بالمره عشان نكون خلصنا ادوات الرسم الرئيسيه كلها. نيجي برضو على الفرونت بلين ارسم. هنيجي اخر حاجه عندنا اللي هي الايه الاليبس، بتك على الاليبس. ممكن الاليبس فيه القائمة اللي جنبه في كذا حاجة، عندي اليبس وعندي بارشل اليبس وعندي بارابولا وعندي كونيك فاهم؟ تقريبا 2010 ما فيهوش البارابولا والكونيك، حد يتأكد كده؟ في ولا مفيش؟ ايه؟ تقريبا مش فاكر. ماشي يبقى دي زيادة 2013 2010 تمام؟ يبقى دي زيادة 2013 2010. طيب هنشوف أول حاجة الاليبس. الاليبس لما كنا بنيجي نرسم اليبس معين كان عندي حاجتين رئيسيين، اول حاجه اللي هي طول الضلع الاي والبي، مش فاكر كانوا ايه بالظبط، يعني كان لهم قوانين كده عجيبه تمام. المهم لما نيجي كنا بنرسمه بنرسم السنتر بتاعه اهو مثلا هنا، لا خلينا من السنتر او السنتر اهو، بعد كده مثلا الطول ده اللي كان مش عارف كان ايه تقريبا، وبعد كده ايه الطول ده اللي هو ايه بي تقريبا تمام. لما اجي احط له الدايمنشن بتاعته اقول له سمارت دايمنشن، لازم احط له اثنين دايمنشن اللي هو طول الضلع الافقي وطول الضلع ايه الراسي تمام. اول طول الضلع الافقي اللي هو من هنا لهنا مثلا ان ده مثلا 80 تمام. تاني حاجه ان الدايمنشن من النقطه دي مثلا للنقطه دي النقطه دي والنقطه دي مثلا ايه 50. انا كده حطيت الدايمنشن للاليبس بتاعي تمام يا جماعه. طب بصوا شباب، في ممكن ناس يكون عندهم مثلا الرسمه كده 3 دي شويه، او اتكيتوا على الماوس وانتوا شغالين وحولتوا الرسمه تكون ايه تكون عامله زي شكل الايزومتريك معاكم شويه تمام. لو عايزين ترجعوها تاني لل 2 دي صفحه زي انت عاملها كده تمام، فبتك مسطره على من الكيبورد، بتك من المسطره بتعمل نورمال 2. نورمال 2 دي بيفتحها لك كأنها صفحة 2 دي عادية، تبدأ ترسم 2 دي. انت ممكن وانت شغال تروح عامل مثلا بالسكرول بتاع الماوس وتقلبها لك ايه؟ تقلبها لك كده مثلا تمام يا جماعة؟ مسطرة تعمل نورمال 2 يقلبها لك 2 دي. حد عنده مشاكل لحد دلوقتي في الاليبس؟ ودي أول طريقة اللي احنا نرسم اليبس معين. في تاني حاجة اللي هي البارشال اليبس، ناخدها بالمرة. نفس حكاية الاليبس بالظبط، أنا هبدأ أرسم أي نقطة السنتر بتاعي، وبعد كده النقطة اللي على جنب واللي هو الطول بتاعه اللي هو A أو B تمام، وهبدأ بعد كده أرسم مثلا البارشال اليبس مثلا إيه كده. أنا كده رسمت البارشال اليبس بتاعي تمام. أنا كنت برسم اليبس عادي جدا تمام، وبعد كده هبدأ أحدد الأجزاء اللي أنا بس عايز أعمل لها إيه بارشال اليبس بتاعي تمام. هتبدا برضو تحط الدايمنشن بتاعتك الـ A والـ B عادي جدا مفيش مشاكل تمام. جربتوا الاليبس والبارشال اليبس؟ البارشال اليبس ما بنستخدمهاش قوي، بنستخدم اغلب الحاجات بنستخدم الاليبس على طول، ولو عايز اقطع واعمل له تريم وخلاص.
الاليبس البارشل بتلاتة. انت بتعمل الاليبس عادي وبعد كده بتحدد النقطة اللي عايز تعمل منها البارشل. تاني اهي بص عندك بارشل اليبس انت اهي نقطة اهي سنتر واللي هي الاي مثلا او بعد كده البي تمام. وبعد كده بتبدأ تحدد البارشل اليبس بتاعك تمام. او مش عايز كده بتخلي مثلا لو عايز تبدأ من على الجنب مثلا وبتقول له من هنا من هنا اهي اهي انت عايز تبدأ من النقطة دي النقطة دي تمام. تك هنا وتبدأ تعمل الاليبس بتاعك من هنا على حسب اللي هي اخر التكه بتاعتك فين تبدا تعمل البارشل بتاعك تمام. حد وقع منه حاجه لحد دلوقتي؟ هو كده مفضلناش غير البارابولا والكونيك تمام. الحاجات دي مش مستخدمه كتير اساسا. هنيجي اللي هي البارابولا. البارابولا اول حاجه كنا بنحدد السنتر بتاعها تمام. بعد كده بنحدد طول الضلع اللي هو اللي فوق ده مثلا كده. بعد كده عايز ابدا ارسمها من النقطه دي مثلا وابدا ارسم البارابولا بتاعي عامله زي البارشل اليبس شويه بس هي ايه شكل البارابولا بتاعي تمام. ارسمها تاني عايز امسح ابدا من هنا هبدا اللي هو السنتر بتاع الدايره اللي فوق دي اهي السنتر اهو. بعد كده الريدس بتاعها تمام. طب انا بعد كده عايز ابدا ارسم من اول البارابولا عايز ابدا ارسمها من هنا بتك هنا وابدا بعد كده امشي بالماوس وابدا ارسم ايه البارابولا بتاعتي. وصل يا جماعه الحكايه دي تقريبا مش موجوده في 2010 برابلا والكونيك. برابلا موجوده طيب بس الكونيك نفس الحكايه بالظبط برضو اتك هنا مثلا كده واتك بعد كده اللي هو السنتر بتاع اللي هو الريدس الموجود فوق النقطه الثانيه وابدا ارسم البرابلا بتاعتي الكونيك بتاعي. ثواني تمام يا جماعة. حد عنده مشاكل دلوقتي في الاليبس او البارشل اليبس او البارابولا تمام. يا اغلب الحاجات اللي بنستخدمها اللي هي الاليبس بس وخلاص تمام. هنيجي نشوف الكونيك كمان بالمرة. الكونيك بنختار اللي هي النقطة بتاعت السنتر بتاعه تمام. بعد كده النقطة الأول اللي فوق بعد كده مثلا انا عايز ارسم كونيك كده. هي انا بصراحة انا مش عارف احط لها الدايمنشن بتاعته قوي تمام. انا مش فاكر الدايمنشن بتاعت اللي كانت بتتحط على البرابولا او الكونيك اساسا تمام. هي بس طريقته بس ترسم ايه ترسم كده بس. هي حته الرسمه بتاعته او الدايمنشن بتتحط عليه انا مش فاكر الدايمنشن بتاعته تمام بتاعت الكونيك تمام. دلوقتي دي كده كانت ادوات الرسم الرئيسيه بتاعتي. حد عنده اي مشاكل فيها ما عدا طبعا ما عدا البرابولا وال حد عنده مشاكل في اي حاجه عندنا اللاين عندنا مستطيل الدايره السلوت لو عندي هنشوف ازاي بقى نقدر بعد كده في اخر سيشن ان شاء الله هنعمل حاجه بالسلوت لو قدرنا نعملها النهارده او بدايه المره الجايه تمام. اللي احنا نرسم بيستون ميكانيزم او نرسم 3 راديال ميكانيزم عشان نرسمه هنبدا نرسم اللي هو السلوت ازاي تمام. اخدنا اللي هو الفيلت اخدنا الشامفر اخدنا الاسبي لاين تول تمام. دلوقتي لو جات لنا اي رسم 2 دي المفروض نقدر نرسمها ان شاء الله تمام. هناخد بعد كده ادوات الرسم المساعده اللي هي زي الميرور اللينير باترن لو عايز اقرر كذا شكل معين تمام. عايز اعمل تريم لاي حاجه تمام. هنشوف التريم هنبدا باول حاجه معانا اللي هي التريم. احنا عشان لو كنا بنعمل ترم في الاوتوكاد كنا بنعمل ايه؟ كنا بنتك على الخط ده تمام. بعد كده عايز اقطع ده مش عارف ايه بتك على اللي انا عايزه. هنا في السوليد ورك هتلاقيه اسهل بكتير تمام. فبنيجي نتك على ترم من فوق ترم انستنس تمام. تك عليها هيظهر لي كذا حاجه ممكن اعمل بيها ترم. اول حاجه هي باور ترم دي اللي هي اكتر حاجه بنستخدمها في نعمل ترم. الباقي ده كله حاجات مساعده للباور ترم زي مثلا لما نيجي نرسم مستطيل بنرسمه نقطتين بس لقينا كذا اوبشن ممكن نعمل بيها ايه رسم مستطيل تمام. على العموم هنشوف الباور تريم وهنشوف الباقي ان شاء الله برده بيتعملوا ازاي تمام. المهم الباور تريم دي هنستخدمها ازاي؟ انا مثلا عايز اقطع الخط ده واقطع الخط ده فباجي هنا اتك من بره بالماوس تكه وامشي. انا همشي هقطع ده كده قطعت ده اقطع هنا قطعت ده خلصت كده خلاص تمام.
عايز اقطع الحته دي فتك هنا اهو مشيت قطعته. عايز اقطع الحته دي تمام تك هنا كده قطعته. عندي مثلا دايره ايه مثلا كده بيقطع نوع الحد ده ايه يعني انا مش عايز اقطع الحد مش عايز اقطع الطول ده كله يعني انا مثلا عايز اقطع الحته اللي جوه دي ايه تك هنا مثلا كده قطعتك. انا عايز اقطع دلوقتي الحته اللي تحت دي انا عندي اللي هي ماسكه من هنا وهنا صح انا عايز اقطع الحته اللي تحت دي حاجه كده اقطعها. اه مش فاهم قصدك يعني انت عايز تحط له طول يعني تقطعه ايوه ايوه يعني لا لا مش هتحط طول تقطعه يا اما تعمل بقى خط موازي للخط ده على بعض كده وتروح قاطع الحته اللي فوق اصلا. طيب عايز مثلا اقطع الحته دي تمام برضو باور تمام اهي قطع هنا قطعت الحته دي تمام دي كده اسهل بكتير من الاوتوكاد تمام. ودي اكتر حاجه مشهوره اللي احنا بنستخدمها في التريم اللي هي الباور تريم. عايز اقطع ايه اقطع هنا اهي تمام يا جماعه. طب اعملوا اي شكل كده واستخدموا الباور تريم وشوفوا هتتعاملوا معاها ازاي. شوف يعني دي اسهل حاجه بتستخدم وبعد كده الباقي كله حاجات مساعده ليه. بس نختار اللي هي الباور تريم او نختار التريم بس بنمشي على الحته اللي عايزين نقطعها بس وخلاص. تك على تريم باور تريم تك عليه بس خلاص. لا تقريبا القوائم اللي على جنب غير 13 عندي تمام هي نفس الحكايه بالظبط تمام يا جماعه. دي كانت اول حاجه الباور تريم يعني الرسمه كل الحاجات اللي هنستخدمها فيها غالبا هتكون باور تريم تمام مش هنستخدم الباقي كله بس هنشوف الباقي. مثلا عندي اللي هي تريم اواي انسايد وتريم اواي اوتسايد. مثلا لو اتكيت انسايد دي انسايد دي اللي انا لو حددت الخط ده عديت الخط ده بعد كده اقطع الحاجات اللي جوه مثلا كده. طبعا دي ايه مش لازم نستخدمها اساسا كده كده نستخدم الباور تريم على طول ونقطع الخط اللي احنا عايزينه تمام. طب لو عايز اللي هي اوتسايد اهي تك على تريم اواي اوتسايد برضه بتك على الخط ده تك على الخط ده وكده ابدا اقطع مثلا اقطع الحته دي اقطع الحته دي وبيطلع الحاجات اللي هي ايه الحاجات اللي من بره بس تمام. الحاجات دي ما فيهاش اي لازمه اساسا خالص اللي احنا نستخدمها نستخدم الباور تريم على طول تمام. هنشوف تاني واحده اللي هي تريم تو كورنر. عندي مثلا حاجه بالمنظر ده عندي مثلا حاجه بالمنظر ده كده تمام. هنشوف اللي هي تريم واقول له تريم كورنر اللي هي ايه انا عايز امد الخط ده للخط ده واقطع الباقي ازاي. انا عايز اقطع امد ده لده هتك الناحيه دي هيقطع لي الناحيه الثانيه هيمدهولي ويقطع لي الناحيه الثانيه اللي موجوده معاه تقطع معاه. شوفها تاني اقول له تريم كورنر انا عايز امد الخط ده للخط ده بس من الناحيه دي الناحيه دي يبقى هيقطع لي الناحيه الثانيه. انا همده لناحيه الشمال هيقطع لي اللي هي ناحيه اليمين كده يقطع لي ناحيه اليمين ويمدهولي الخط بتاعه تمام.
فصلت مني ولا دي كده كانت تريم في كورنر تمام. اخر حاجه اللي هي تريم تو كلوزت بيقطع لك لغايه اقرب نقطه موجوده، لو اتكيت عليها قطع مثلا الحته دي كده يقطع لي لغايه اقرب نقطه موجوده، قطع لي الحته دي يعني بيقطع لي لغايه ما بين نقطتين تمام. الحاجات دي كلها زي ما شفنا اللي هي الحاجات ايه ما عدا مثلا تريم تو كورنر هي اللي كان الباقي كله ممكن نستخدمه باور تريم على طول. حد عنده مشاكل في التريم دلوقتي؟ تاني حاجة من فوق احنا شفنا التريم في حاجة اللي هي convert instance اللي دي هناخدها ان شاء الله المرة الجاية لما نيجي ناخد 3D تمام. ان هي دي بتاخدش مع 2D بتاخد مع 3D تمام. هنشوف دلوقتي فاضل لنا الاوفست وهنشوف الميرور وهنشوف اللينير والسيركلر باترن تمام. فاضل لنا كده الاوفست والميرور واللينير والسيركلر باترن ان شاء الله نشوف بتاخدوا ازاي. نرسم حاجة بالمنظر ده كده أو نرسم مستطيل مش مشكلة كله سمارت دايمنشن لو طول ده 100 في 80 تمام. عايز أعمل بعد كده عايز أعمل المستطيل ده أوفست على بعد مثلا 10 تمام. عايز أعمله بوردر مثلا أعمله أوفست الخطوط دي على بعض 10 او 20 زي ما انا عايز تمام. فباجي اتك على الاوفست انتنس اتك عليها هيقول لي بعد كده انت عايز تعمل اوفست ليه، اقول له مثلا اوفست 10 ملم مثلا تمام. طب عايز تعمل اوفست ليه بقى، هتك مثلا على الخط ده. اول ما اتك على الخط ده هو هيختار لي التشين كلها وهيختار لي الشكل كله ان انا ابدا اعمل له اوفست لايه للشكل كله على بعد 10. طيب هنلاقي هنا في كذا حاجه، في حاجه في حاجه هنا اللي هي الريفرس اللي هو هيقلب لي اللي هو بدل ما يعمل لي اوفست لبره هيعمل لي اوفست ايه لجوه تمام. فلو دلوقتي اتكيت على الريفرس هنلاقيه قلب لي اللي هي الاوفست ل 10 لجوه تمام كده. طيب نشوف حاجه تانية من الخطوط، مثلا عايز اعمل اوفست للخط ده على بعد 10 برضه، اقول له اوفست الخط ده هيقول لي بقى هقول له ريفرس ممكن اعكسه للناحيه ايه للناحيه الثانيه تمام. دي ممكن اللي هي باي دايركشن، باي دايركشن اللي هو من ناحيتين ناحيه الاولانيه والناحيه ايه الناحيه الثانيه. لو اديت على باي دايركشن هيعمل لي اوفست الناحيه دي والاوفست الناحيه دي على بعد 10 من كل واحده منهم تمام. في حاجه بس نسيت اقولها، انا ليه هنا لما اخترت الخط ده اختار لي المستطيل كله، علشان هنا كان معمول اللي هي سيلكت تشين اللي هو كان بيعمل لي التشين السلسله كلها اللي هي مرتبطه بيها، عشان كده عمل لي على الشكل كله تمام. دلوقتي بس الخط ده انا دلوقتي خلاص عملت باي دايركشن للناحيتين. في حاجه هنا ظهرت لي جديده اللي هي كاب انس. كاب انس اللي هي ايه، لو عايز اخلي المستطيل مفتوح من فوق كده ولا عايز ممكن اعمل لها اكتيفيشن اتك عليها واقول له خليها لي ارك او خليها لي لاينز اللي هو يقفل لي الاوفست. ممكن اعملها لي ارك او يعملها لي ايه يعملها لي على لاينز. قلت له مثلا اركس قلت له صح، هو دلوقتي عمل لي اوفست على مسافه 10 تمام وقفل لي ناحيتين على ارك على هي الارك تمام. يا شباب حد عنده مشاكل لحد دلوقتي في الاوفست؟ طب جربوا الاوفست وانتوا قاعدين، اعملوا اي شكل مش مشكله اي شكل وجربوا في الاوفست كده في الميرور والايه واللينير باتر.
نكمل. كان في مثلا رسمه معايا بالمنظر ده كده، عايز ارسمها واحط الدايمنشن بتاعتها، وبعد كده ابدا احط برضو ايه، اعمل لها اوفست بحيث اني اطلعها بالمنظر ده. تمام، هنبدا نرسمها مع بعض دلوقتي. اول حاجه كان عندنا خط افقي كده، هبدا احدد الفرونت بلين. تمام، وله سكتش. ممكن لو عملتش الفرونت بلين وقلت له سكتش، ممكن لو بدات ارسم على طول يعني اتكيت هنا لاين كده على طول، هيفتح لي التلاته بلينز الرئيسيين اللي هي التوب والفرونت والرايت. هيقول لي انت عايز ترسم فين واحد فيهم، هقول له ايه، هقول له الفرونت مثلا. انا مثلا بدات ارسم 2D عادي نيو بارت. تمام، انا كل مره كنت باجي على الفرونت بلين اتك عليها اقول له ايه، اقول له سكتش. تمام، وابدا ارسم في الفرونت بلين. طب لو ما عملتش الحركه دي، يعني لو جيت كده ما عملتش ايه، قلت له سكتش، ما عملتش الحركه دي، لو قلت كنترول نيو وغلطت ورسمت مثلا، قلت ارسم لاين على طول، هيقول لي انت عايز ترسم لاين في ايه بالظبط، في الفرونت ولا التوب ولا الرايت. تمام، هقول له مثلا خلوا لي في الفرونت، بس المشكله لو قلت له فرونت كده وبدات ارسم هيخلوا لي زي شكل الايزومتريك اللي احنا قلنا عليه. طب عايز اخليها 2D عشان ابدا ارسم صح، بتك على المسطره واقول له ايه، اقول له نورمال 2، يبقى انا كده هبدا ارسم عادي. واصله الحته دي، هبدا كده ارسم الشكل اللي عندي تحت ده، عندي ده 200، او مثلا ارسمه تعليق، شوف هتعرفوا ترسموا بسرعه ولا. تمام، الطول اللي تحت ده 200. الريدس اللي هو 62 ده ممكن تعمله ريدس، مش مشكلة، على حسب ما يجي معاكم في الدايمنشن يعني. شوفوا هيجي معاكم في الدايمنشن يعني. شوف حاجة دلوقتي ظهرت عند أغلب الناس اللي هي حطوا دايمنشن اكتر من دايمنشن روبوت. تمام، هنشوف دي حكايتها ايه. عندي مثلا حاجه بالمنظر ده كده، عندي مثلا مستطيل بالمنظر ده، المستطيل المفروض ان احنا نحط له ضلعين بس. تمام، اللي هو طول والعرض. حط مثلا دايمنشن للطول ده 100 مثلا، والعرض بتاعه ايه 150. انا دلوقتي حطيت اتنين بس دايمنشن، الطول والعرض 100 150، قلت له صح. ثواني معلش، انا وانا شغال كنت بحط الدايمنشن في الاول خالص قبل ما احط ال 150 ده، كان اللي هو الرسمه عندي لونها ازرق. تمام، وبعد كده الرسمه بقت اسود. ليه؟ انا دلوقتي لو شفت تحت هنا هنلاقي مكتوب فولي ديفايند. فولي ديفايند هنا يعني انا حاطط على الرسمه كل الابعاد موجوده عندي وكل الريليشنز موجوده عندي صح. تمام، يعني انا دلوقتي لو شلت الريليشن الافقيه دي هنلاقي الاوفر ديفايند هتتغير للفولي ديفايند، هتتغير للاندر ديفايند. انا دلوقتي لو عملت صح وشلت العلامة دي مثلا كده، هنلاقي غير لي الشكل الضلع ده الازرق. تمام، وكاتب لي في السكتش بتاعي اندر ديفايند. تمام، ليه كده؟ السكتش عندي هو ماشي، انا راسم صح وكل حاجة، بس في حاجة مش كاملة فيه، اللي هي يا اما دايمنشن يا اما ريليشن موجودة. فانا دلوقتي لو عايز ارجعها تاني فبتك عليه واقول له ايه، خلوه لي فيرتيكال، يبقى انا كده خلاص رسمت الرسمة بتاعتي كله ايه، كله تمام. طيب انا جيت بعد كده عايز حطيت دايمنشن بالغلط للضلع ده، اقول له مثلا سمارت دايمنشن، المفروض ما احطش دايمنشن للضلع ده صح؟ قلت له مثلا سمارت دايمنشن للضلع ده 100، قلت له ايه؟ قلت له اوكي، ومشيت مع البرنامج عادي جدا ومفيش اي مشاكل صح؟ انا هرسم مفيش مشاكل معايا،
بس حاليا اللي هي رسمه معايا اتحولت لكذا حاجه، كذا الوان مختلفه معايا، اشكال صفراء واشكال وحاجات حمراء ومش عارف ايه وحاجات كده. وحاليا مكتوب لي تحت اللي هي اوفر ديفايند، تمام، ان السكتش عندي في حاجات مرسومه عندي زياده. طب انا عايز ارجع السكتش حاجه كويسه او عايز اكمل معاه بطريقه صح، تمام، فباجي اتك ومش عارف احل الرسمه في ايه، مش عارف اشيل ال 100 ولا اشيل ايه، وخصوصا لو كان عندي رسمه كبيره، تمام، فباجي اتك على اوفر ديفايند من تحت. لما اتك عليها، تمام، اتك على دايجنوز، فهيظهر لي كذا حاجه، كذا حل ممكن احله. انا دلوقتي عندي 6 حلول ممكن احلها بحيث اني ارجع الرسمه صح. اول حل اللي هو بيقول لك ممكن تشيل الايه العلامه الافقيه دي، وانا دلوقتي لو شلتها يبقى لازم احط مثلا ايه دايمنشن زياده. تاني حل مثلا من 1 لـ 6، ممكن نشيل العلامه اللي فوق او العلامه اللي على جنب او دي، او ممكن نشيل دايمنشن من الدايمنشنز الموجوده، ممكن اشيل مثلا ال 100 الموجوده دي. واصلين معايا ولا فصلته تاني؟ ماشي، اخش عليه لما الاقي هو اندر ديفايند. انت وصلت الاوفر ديفايند؟ اندر ديفايند. اي كده اندر ديفايند ليه؟ عشان عندي الخط ده هو موجود مش موجود عليه ريليشن، بس مش باين عندي. هو موجود بالازرق. بالازرق موجود بالازرق. بص حد معاك من الاول خالص، ثواني اول خالص فرونت بلين سكتش مستطيل اهو، تمام، مستطيل عندي كله، او في ضلعين سود واثنين ازرق، تمام، هحط له دايمنشن ان ده كده 100 وده مثلا 150، فكده المستطيل كله اتحول للاسود عندي. ليه؟ علشان دلوقتي كله موجود عليه دايمنشن، خلاص المستطيل موجود عليه الدايمنشن بتاعته بالقيود بتاعته اللي هي الافقيه والراسيه، تمام، وتحول لي السكتش بتاعي لفولي ديفايند علشان كله موجود عندي، كله سليم معايا لحد دلوقتي، تمام. طب انا دلوقتي جيت شلت القيد اللي هو الراس ده، اتكيت عليه ودلت من على الكيبورد، فهنلاقيه اتحول معايا للون الازرق. اللون الازرق يبقى انا بص هو مش هيهمني بحاجه ان انا كده بعد كده هتك اكزيت سكتش وهخلص السكتش وخلاص، تمام. بس انا لو عايز ارسم رسمه ايه مظبوطه 100% يبقى انا ايه هدقق على كل حاجه، تمام. فبتك على الخط الراسي ده واخليه فيرتيكال، يبقى انا كده حطيت له كل الكيود، بقت كل الرسمه بتاعتي سودا. معايا كده ولا في حاجه؟ معايا ولا ايه؟ تمام. طيب حته بقى الاوفر ديفايند، تمام، انا دلوقتي المفروض المستطيل بيتحط له دايمنشن 2 بس طوله العرض. طب قلت له سمارت دايمنشن وحطيت له كمان دايمنشن للطول ده، قلت له اوكي، تمام. انا دلوقتي حاطط طولين وعرض، ما ينفعش الرسمه عندي يعني البرنامج هو اساسا انا عارف ان كده غلط، تمام، طول وعرض بس، هو كده انت حاطط حاجه زياده، يا اما دايمنشن يا اما ريليشن يا اما اي حاجه موجوده. فهقول له اتاك على الاوفر ديفايند من تحت وهبدا اشوف حل للمشكله دي، تمام، وهبدا اعمل دايجنوس. هيبدا يظهر لي شويه حلول ممكن احلها. انا دلوقتي عندي 6 حلول ممكن احلها. ما تبصوش لان الرسمه دي، الرسمه دي بسيطه، لو بعد كده عندك رسمه كبيره ممكن ما تعرفش فين المشكله بالظبط، ممكن في زاويه او اي دايمنشن صغير قد كده حاطه زياده ومش عارف ده فين، تمام، معايا. فمثلا اختار مثلا هو دلوقتي يقول لي ممكن تشيل العلامه الافقيه دي او تشيل العلامه الراسيه دي الافقيه دي او الراسيه دي او تشيل الدايمنشن ده. انا دلوقتي لو شلت الدايمنشن ده العلامه الرسمه هتتحول صح. هقول له ماشي انا عايز اشيل الدايمنشن ده، هقول له اكسبت، واقول له ايه، بيقول لي اهو استاذ السكتش كان ناو فايند ا فاليد سوليوشن، اقول له صح، خلاص اتحول لفولي ديفايند عادي، وممكن اقدر اكمل السكتش بتاعي. لازم يبقى فولي ديفايند صح؟ فولي ديفايند او اندر ديفايند ما فيهاش اي مشاكل خالص. هي اندر ديفايند بس ما فيهاش حاجه، انت كده كده بترسم عادي، انت مش مشكله بالنسبه لك، تمام. ليه؟ عشان احنا بس احنا دلوقتي ان شاء الله في كورس بتاعنا 2 دي 3 دي موديلنج اسمبلي مش هناخد ستريس اناليسيز، وهناخد سيموليشن. الناس اللي بعد كده اللي ناويه تكمل ستريس اناليسيز وسيموليشن الحاجات دي هتبقى مهمه بالنسبه لها، تمام. حته ال fully defined وال under defined وكده تمام الحته دي كويسه، وحته اللي هي السكتش وال الاوفسيد وكده اغلبكم عملتوها، تمام، مش لازم اعيدها تاني، وكده كده ممكن تعملوها في البيت ان شاء الله. الاوفسيد ليه لازم تتك على كل خط؟ انت مش عامل سيلكت تشين، عامل سيلكت تشين هتلاقي ان انت عملته، تمام يا شباب. هناخد اللي هي الميرور بالمره دلوقتي، تمام، عشان ياخد لنا اللينير باترن، وممكن ناخدها المره دي يا اما ايه المره الجايه،
ونكمل مع المره الجايه ان شاء الله. هناخد اللينير باترن دلوقتي الميرور قصدي. هاي مثلا نبدا ارسم في الفرونت بلين ارسم مثلا حاجه المنظر ده كده اي حاجه مثلا مستطيل حاجه دي كده وعندي سنتر لاين هنا مثلا كده دايمنشن بتاعتي ثمانين مية صح كده. انا رسمت الرسمه بتاعتي المستطيل بتاعي وفي سنتر لاين عايز اعمل ميرور للمستطيل ده حوالين السنتر لاين ده تمام. هاجي من على فوق اختار ميرور انتيتنس تمام تك عليها تكه هيظهر لي حاجتين. اول حاجه بيقول لك الانتيتنس تو ميرور يعني ايه يعني الحاجات اللي انت عايز تعمل لها ميرور. تاني حاجه عندنا اللي هي ميرور اباوت انت هتعمل ميرور حوالين ايه تمام. هنيجي اول حاجه وفي حاجه في النص اللي انت عايز تعمل كوبي لو يعني تسيب الرسمه الاصليه وتاخد منها كوبي بس تمام. اول حاجه اللي هي انتيتنس تو ميرور فانت عايز تعمل ميرور ايه. هقول له انا عايز اعمل ميرور الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده كويس كده وهتعمل ميرور اباوت فبتك ميرور اباوت واختار الخط ده هلاقيه عمل لي انديكيشن للشكل اللي انا هعمل له ميرور للناحيه الثانيه تمام كده. انا ماشي موافق على الحكايه دي هقول له ايه هقول له صح انا كده عملت ميرور للشكل حوالين السنتر لاين بتاعي لان ايه للناحيه الثانيه. اي حاجه تانية اي حاجه خط تاني انت بتعملي ميرور اباوت اي حاجه بس لازم يكون خط لاين عادي لاين عادي اه. نجرب مثلا دايره مثلا حاجه تانية برده اي دايره مثلا اي خط مايل مثلا تمام مش لازم يكون راس. اقول له ميرور انتنس برده اقول له دايرة هي اللي هعملها ميرور حوالين ايه حوالين الخط هيعمل ايه ميرور مايلة ايه دي. طيب ماشي ركز معايا في الدايرة دي تمام. انا عملت اهو دايرة وعملت خط تمام. هقول له هكذا ميرور انتنس عايز اعمل ميرور للدايرة حوالين ايه ميرور اباوت ايه ميرور اباوت الخط ميرور اباوت الخط تمام كده. اقول له ايه اقول له صح فانا كده هو عمل لي ميرور للدايره حوالين الخط الموجود عندي تمام. طب دلوقتي انا لو جيت حطيت دايمنشن للدايره الاولانيه خليتها 50 هلاقي الثانيه تتغير معايا على طول ل 50 برضه. ليه؟ علشان هي واخده كوبي منها وميرور منها اساسا تمام. لو جيت عدلت الدايره دي بدل 50 خليتها 100 تمام هلاقيها برضه اتغيرت معايا لايه؟ للدايمنشن الجديد بتاعي تمام كده. شباب حد وقع منه الميرور؟ طب جربوها وانتوا قاعدين بالمره. بس في حاجه ايه؟ هو اندر هو كده يعني
حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ في مشاكل؟ صمت ولا ايه؟ صمت ولا ايه؟ هو مفيش امر ممكن نحط له دايمنشن على كل فاين مراحل ولا لازم انا اعدي على الاثنين. بص هي كانت معموله بس انت لما تيجي تكتب بايدك بعد كده برضه المشكله ان انت لو جيت تمد الخط هتمد معاك. انت لان كل حاجه انت لازم تعملها سمارت دايمنشن في الميرور لحد في الدايره الاول بعد كده بعد كده خط ميرور خلاص. احنا لسه لحد دلوقتي ما خدناش غير لحد دلوقتي ممكن من 70% من خدناه النهارده المفروض بس كده حل النهارده لا لسه شويه عشان النور وكده لسه يلا طيب ناخد الاسايمنت ايه وفاضل ايه المفروض كده النهارده كنا ناخد اللي هي فاضل اللينير والسكتش باترن تمام اللي احنا ازاي نعمل لينير باترن وسكتش باترن وبعد كده المفروض كنا هناخد حاجه زي المنظر ده ثواني احنا ما عندنا حد تسعة ثواني بس شوية بس كده هنشوف بس اللي كنا هناخده بالمرة كنا ناخد حاجة بالمنظر ده كنا هنبدأ نرسم بقى بيستون ميكانيزم ونحركه ونشوف هنحركه ازاي اللي هو البيستون ميكانيزم تمام كنا المفروض هناخد اللي هو 3 راديال ميكانيزم اللي هو 3 راديال ميكانيزم ده المفروض كان هيتاخد اساينمنت عليكم تسلم بس كده طبعا مش هيتاخد تمام اللي هو محرك الطياره ايه اللي هو ده يتحرك هو كل يعني نفس الاوامر كنا هناخدها اللي هي بتاعت السلوت وكل حاجه كنا المفروض نكملها النهارده نشوف ازاي نرسم بلوكات ونرسم تريم بس هو كده مش هينفع عايزين تكملوا ولا لا كم واحد عايز يكمل اه بس هو كده فاضل اللي هي اللينير واللينير باتر والسيركلر باتر لينير باتر والسيركلر باتر كملوا النهارده ولا المره الجايه؟ المره الجايه؟ طب نشوف الاساينمنت اللي هيتسلم المره الجايه الكنترول هاندل هنزلها على الفيس ماشي عندكم نت ولا ما عندكوش؟ طيب دي المفروض هنسلم على المره الجايه ان شاء الله لو حد عايز ياخدها مني دلوقتي ياخدها اللي عايز هي كده كده هنزلها على الجروب زي ما قلت اللي هو ليرن سوليد وورك ارابيك تمام ده هتلاقوا جروب وصفحه تمام الجروب هنزل عليه الحاجات دي كلها ان شاء الله الاساينمنت هيتسلم يوم الخميس الجاي اخر ميعاد له حاضر ثواني بس يوم اخر ميعاد له يوم الخميس الساعه 5 تمام سلم لي في رساله على الفيس هو مش انا ضغطت معايا فلاشه ومعايا فلاشه ولا معاك البرنامج بالظبط طب شوف تاخده مني انت شوف اي وقت تاخده مني حد عنده سؤال في الحاجات بتاعت النهارده يا جماعه الاساينمنت هيبعت لي في رساله على النت تمام على الاكونت بتاعي يبعت لي ملف بي دي اف زي ده تمام دلوقتي هوريكم ازاي بتسيبه بي دي اف تمام ما هو هتلاقوا على الجروب هتلاقوا انا هنزل الحاجه بس ما حدش يحط حاجه على الجروب عشان ما حدش ياخد حاجه كل واحد يكتب لي على اللي هو البتاع بتاعه يعني يسيبها بالاسم بتاعه تمام الشهادات هتطلع في الاخر بالاسايمنت اللي هتتسلم باذن الله من المركز مش هيسلم طبعا ايه مش هيقدر ياخد الشهاده بتاعته يبعت لي ملف بي دي اف ده يبعت لي ملف اللي هو الرسمه الاصليه بتاعته يعني لما تيجي مثلا تخلصوا كده انا مثلا خلصت دي كده اهي رسمت الرسمه بتاعتي حاجه اقول لها اكزي سكتش تمام واقول له فايل سيف از مره سوليد وورك مره ملف بي دي اف سيف از هتعملوها مره اللي هي بالصيغه بتاعت السوليد اللي هي اس اس ال دي تمام سيفوها بالاسم بتاعها تاني حاجه تاني واحده اللي هي ملف بي دي اف سيفوها ملف بي دي اف تمام يا شباب اخر ميعاد التسليم يوم الخميس الساعه 5 ان شاء الله والميعاد الجاي يوم الخميس الساعه 6 باذن الله هنا ان شاء الله تمام كده اي حد محتاج مني اي حاجه المحاضرات ان شاء الله الحاجات دي كلها هتترفع على اليوتيوب هتنزل على الجروب وهتلاقيها كده كده على الجروب هتلاقوا المحاضرات بتاعتي ايه ما انا هحط اللينك على الجروب تمام وهتلاقوا كده كده المحاضرات بتاعت المره اللي فاتت لو عايزين تراجعوا على الحاجات اللي خدناها النهارده اوكي نشوفكم المره الجايه ان شاء الله Bye.